السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج تغطية خاصة. في هذه الحلقة نستضيف لكم السيد محمد فالو اليوسف، عضو منتدى الفاعلين الاجتماعيين ومدير مركز إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون. محمد فالو أهلا بكم. بصفتكم مديرا لهذا المركز، ما كيف تقيمون الساحة من خلال هذا المركز وإعادة دمج الأطفال، الساحة تقريبا الساحة الأمنية وما يدور فيها؟ إذا نختار أولا في البداية أشكر قناة الوطنية للاستضافة في هذا البرنامج الخاص اللي يدعى تغطية، ونختار نقول عن هذا المركز أنه تم إنشاؤه سنة 2009 كمركز تابع لوزارة السيادة اللي هي وزارة العدل. وذيك الساعة تم تشييد هذا المركز من قبل التعاون الإيطالي والدولة الموريتانية ومنظمة ينقال منظمة عرض الرجال الإيطالية. وكانت فم تجربة دامت 3 سنين بتسيير من إدارة مؤقتة تابعة لحماية إدارة حماية الطفولة القضائية لمستوى وزارة العدل وأرض الرجال الإيطالية. ولين وفاتك التجربة لمدة 3 سنين واللي قد يعود يحتضن فيها المركز على مدى ذلك السنين 3 مجموعة من الأطفال، تم دمج العدد الأكثر منهم في حياتهم الطبيعية الاجتماعية مع أسرهم. وفلك التعاون افتتحت الدولة الموريتانية أن تعدل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري في يناير 2012، وفي 23 فبراير تم تعييني لي كمدير عام لهذا المركز. وفي الظروف اللي كان فيها المركز في ذيك الفترة ما خالق حد ما يعرفهم، وجيت وحاولت أن يواكب التوجهات اللي مرسومة له واللي مرسومة لإنشاء هذه المؤسسة، إياك تعود بديل للقضاة وإياك تعود في قضاء الأحداث فاعلة وتلعب دورها. ولتوضيح شوي، المركز ما يقد يمشي له ولا يقد يحتضن أي طفل ما هو بأمر احتضان من أحد القضاة، سواء قاضي وكيل جمهورية أو نائب وكيل جمهورية أو قاضي التحقيق مكلف بالأطفال ورئيس غرفة الأحداث. إذا هذا هم اللي مخولين عنهم بأمر قضائي يمشوا احتضان للمركز، وهم أيضا في نفس الوقت هم اللي مخولين عنه يجي أمر احتضان آخر رافع الاحتضان عن الطفل نزيل مركز الدمج الاجتماعي الموجود على مستوى وزارة العدل. إذا هذا مساكم باش قلتوا أذكرتوه ياك نقد نشوف شنو الدور اللي لعب المركز في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة اللي نحن عليه، واللي كامل يعرف متبع القضايا يشوف الوضعية الحمد لله اللي تطور منها اليوم وأصبح مركزك هو يلعب دوره، ولو لعاد مازال خاصه ياسر مشي يقير نال ثقة الشركاء الأجانب، نال ثقة منظمة عرض الرجال اللي موجودة فيه ولينيسف والمنظومة الأوروبية اليوم. إذا الاتحاد الأوروبي اليوم إنايته كبيرة بدل المركز، واللي كامل متتبع للإجراءات الأخيرة عنينين في سنة 2013 قمنا بدراسة قدمناها للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة أرض الرجال الإيطالية اللي معانا، واليوم حصلنا على تمويل من الاتحاد الأوروبي لبناء مركز في نواريبو ولدعم قدرات المركز على مستوى نواكشوط. هذا لولا ثقة الشركاء فيه، وحالا موجود عندنا تعاون مع اليونيسف مع أرض الرجال الإيطالية، وهذا كامل موجود تعاونوا معنا في المركز. وليه نقول حصيلة، ولولا عاد نختار يعود برنامج آخر مخصص للمركز وطبيعة وصيفته، ليه نقول عن الحصيلة اللي اليوم اللي حصلنا عليها في ظل وضعية الأطفال ووضعية الجناح وفي ظل الجريمة اللي أصبحت متعددة واللي عاد فيها مشاركة القصة والأطفال ما خالق حد ما يعرفه. نقدر اليوم نقول عن المركز الحصيلة اللي عنده اليوم واللي 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 واللي, واللي ذاكي على أرض الواقع، واللي بدراسة مع لينيسف ومع منظمة أرض الرجال الموجودة اللي معانا اليوم تخرجت منه 260 طفل
في السنوات الثلاثة الأخيرة اندمجت في حياتي الاجتماعية، فيها اللي نال شهادة فيها اللي نال شهادة بريف، وفيها اللي نال شهادة البكالوريا، وفيها اللي عاد سائق، وفيها اللي عاد يعمل، وهذا بحصيلة موجودة ومتابعين فيها هذول الأطفال ووضعيتهم وصيفتهم اللي موجودة اليوم. إذا هذا كحصيلة أولية نقدر نقول على المركز يساهم فيها غير خارج الناس ما يفهمه وضعية المركز. بعض الأحيان قاع كانوا مواسين وسيشن، هو مركز هي هيئة لإعادة والدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون، وله السجن. إذا الحياة فيها حياة ورشات، حياة ورشات، حياة مادة تشتغل، مادة تتعلم، مادة تقرأ صباحا، مادة تتعلم مساء، إذا بعيد عن السجن. وهو الوساهة ما كان قاع معلوم به، ولا كانت الناس عندها أي دراية عنه، ولا كانت عارف. يقير هو الدور اليوم اللي يلعب في الحياة اللي تمر بين الأطفال اليوم، وفي الوضعية اللي تمر بها اليوم في المقصود، هي مساهمة كبيرة. يقول نحن ما أننا مخولين لا لاستقبال الطفل ولا الخروج من المركز، ده كامل تابع القوانين ومرسوم اللي مش للمركز، واللي هو الوحيد يخول القضاة أنهم بمر احتضان نتلقاه نحن عود في المركز. وهذا وليه نقول هون سابق نطلع حلقة المركز، واللي بعضه يا للأسف شفت بعض الناس يتكلم ويكتب وفي المواقع، كشفتها في شهر رمضان واحدين ماشيين يتجمعوا للمركز ويقولوا المركز الأطفال اللي فيه ما يفطروا والأطفال اللي فيه ما يصحوا. أولا نحن مركز قصر، بعد قاع ما أننا مطالبين الناس اللي جايتنا ما وناس بارقة وناس من عند 15 سنة. إذا نحن ما أننا مطالبين بعد قاع ذي المرحلة اللي هي لأن نحن أخلاقيا فم الناس تتعلم وفم الناس تقرأ، والتقاليد اللي فم الثقافة اللي مرسومة فم على مستوى المركز من ناحية المرشدين الاجتماعيين الدينيين جعلوا هؤلاء الأطفال عنهم بعد قاع يوسوا قاع سنينهم يصوموا. يقول نحن الوضعية حد اللي يتكلم عن مركز ذي الناحية بما هي تعود على الأقل بدراية بالوضعية شين هي آلية وطبيعة المركز. من ناحية أخرى عبد الله ياك تعود الناس في الصورة يال حد له يكتب يفهم عن المركز الموجودين فيه هيئتين ثابتات موجودين فيه، واحدة اللي ينقالها لنسف، واحدة اللي ينقالها أرض الرجال الإيطالية، موجودين في نقر المركز. معنى أنهم يصهروا على الحياة اليومية ذوك الأطفال، يصهروا على وضعيتهم الصحية، يصهروا على وضعيتهم المعيشية، يصهروا على وضعيتهم بصيفتهم ولباسهم. إذا ذوك نحن ما لنا مسؤولين عنهم، ذوك ممثلين منظمات أخرى. إذا لعدنا نحن ليه نقطوا حالة مركز، والله ليه نقطوا وضعيته يبقاهم وما هم اللي يقبلوها بيوم اللي ما يتلقاوا منا أخلاصات ولا يتلقاوا منا تعليمات، يتلقاهم من الهيئات اللي ممشينهم واللي كلهم عندهم فرض علينا نحن في الاتفاقية اللي تربط وزارة العدل مع هذه الهيئات أن يعود ممثل موجود ذيك المنظمات داخل بناية المركز. هذا على الأقل يضع المركز ولو لعدنا نحن ما كنا نبقوها، يعود موجودة معنا فرض الاتفاقيات وعادوا موجودة معنا. إذا يسايروا معنا حياة الأطفال في المركز، وجودهم في المركز، نحن اللي بقينا واللي تبنينا واللي صورنا نحن عنه هو الحقيقة، هو اللي ساهم في بناء ذاك الطفل المحتضن في المركز، هو أن غيرنا المنهجية التعليمية. قبلنا مدوا خبراء قابلين برامج موريتانية بحتة هي اللي من خلالها سواء كانت إرشادات دينية، سواء كانت تحفيظ القرآن، سواء كانت العناية بالأطفال، سواء كانت الدروس الأخلاقية تنعطى للأطفال، متولينها موريتانيين من أئمة، من أئمة مساجد، من أساتذة تربويين، من إدارة تربوية فيها مفتشين تربويين متقاعدين. نحن ما لنا قابلينهم على حساب الشركة، يقول قابلينهم على حساب الاتفاقية اللي معنا مع اليونيسف، والاتفاقية على تيرزم الإيطالية عنهم يخلصوهم بين اللي نحن كمؤسسة عمومية ما نقدو نكتتبوا مادة متقاعدة. هذا كامل عدلناها على أساسات، على أساس عنده الناس يعودوا يتلقوا ذيك التربية اللي تخول لهم عنهم الصبح ولا النهار الآخر، يعودوا نشطين في المجتمع، يعودوا يرجعوا ذويهم، وقايلين نحن أن توصلنا لمرحلة منه. بين اللي أولا أول شيء واللي هو اللي أساسي ودان عن اليوم صبحة بنية موجودة تقد يبتنى عليها ويقد يكون عليها الكادر الاجتماعي لهذا الطفل اللي متنازع مع القانون اللي موجود في المركز من ناحية، واللي قد على الأقل نالت ثقة الشركاء، واللي الشركاء اللي كنت ما نالت ثقتهم ما يقد يعود اليوم عاطينا هيبة مجانية. نختار نقول لك عن ذي الهيبة اللي عاطي اليوم الاتحاد الأوروبي أنا هيبة مجانية، هيبة 1,250,000 يورو ما مخلصها المواطن الموريتاني الصبح
ودام خلصنا هاللوحه معطيه كهيبه لدعم قدرات المركز على مستوى نواكشوط وبناء مركز في نواذيبه، وهذا يعتبر مكسب اللي جانوا كان الممولين والشركاء الاجانب، وهذا نقوله على امواج التلفزه، المهم عندهم ثقه على مستوى المركز ما يقدروا يعطوه لهم. هذا اللي لا يخول الناس اللي تكتب والناس اللي تتكلم عن المركز، موجودين فيه ممثلين لهذه الهيئات اللي ذي انهم موجودين يصحوا على طبيعته، يصحوا على الصفه والاليه اللي يعمل بها، وهذا هو وليش عندنا نقدر نقول اليوم مساهمين في الحاله الامنيه لهذول الاطفال، مساهمين ولو مازال ياسر من الشيء ما فات وعدل، ومازال ياسر من الشيء خاص المركز ياتوا موحول فيه، مبارك عنه يعود مستقبلا يساهم في الحياه وذا التطور اللي مذهل واللي خطير لوضعيه الاطفال على مستوى نواكشوط، ان مع منظمات وطنيه مع هيئات اخرى تعود هناك نقاط توجيه تجعل من المركز انه يقدر يلعب دور اكثر واكثر ونشيله عن مازال خاص وياسر، ومازال خاص وياسر من الشيء قد يعدلوا ما فات توصل. طيب هو هذا المركز شنو هي اهم المسائل اللي قدم هذول الاطفال؟ هذا المركز يقدم الشقين في الصباح مناهج تربويه طبيعيه، تعليم للغه العربيه، تعليم للفرنسيه، تربيه الاسلاميه، تربيه المدنيه، ومرشدين اجتماعيين يقدموا حلقات مع مجموعات الاطفال نزلاء المركز. هذا في الصباح، في المساء الناس عندها ورشات مهنيه. عندها ورشه للخياطه، عندهم ورشه للميكانيكا، عندهم ورشه للبلومبيري، وعندهم ورشه للسيارات. يتعلموا فيها هؤلاء الاطفال بهم لين يدخلوا خارج فمشين قالوا لترون كوما، لين يدخلوا الطفل يعطي اسبوع ولا اسبوعين هو خلاص لين يشوف الهوايه والله الامور اللي قال هو انه قد جبر فيها خبره وقد تتحسن فيها وضعيته في المستقبل وقد يستمر فيها. اذا الطاقم التربوي المنسقيه التربويه تقسمهم حسب ذيك لترون كوما اللي يعطاهم مده ذيك اسبوعين ولا ثلاثه، ويعودوا كلهم يقيس الورشه اللي شايف هو فيها نفسه واللي شايف فيها انه قد يؤدي فيها عمل مستقبلي حسب تواجده في المركز. اللي قلت لك قبيل في البدايه نحن ما لنا متحكمين فيه. اللي متحكم فيه هو القاضي اللي امر باحتضانه، والقاضي اللي اصلا هو اللي يامر برفع الاحتضان ذاك الطفل اللي دخل المركز. ايوه والاطفال اللي يدخلوا المركز انت يتخرجوا منه؟ ذاك هو اللي قلت لك عن الفتره فيهم واحدين يعطوا يستفادوا. فيهم اللي يعطوا سنه ياو يعطوا سنتين، وفيهم اللي يعطي ست اشهر ويستفاد، وفيهم اللي يعطي عام ويستفاد، وفيهم اللي يعطي لا شهرين حسب ضغوط اهله وحسب المحامين ولوجهم للقضاء واستئنافهم من الامر القضائي اللي معدل القاضي يجعلهم انه ما يبقى ولا يحصلوا في المركز. يقول الفتره بعد اللي ملاحظ عن الفتره يصل الفتره اللي له يعطي ذاك النزيل على مستوى المركز يستفيد استفاده ذكيه. الناس اللي فات تخرجت من الناس اللي فات تخرجت متابعه فم متابعه من قبل المركز مع المنظمات اللي تشتغل معاه لينيسف وارض الرجال الايطاليه، وفم دي فيش مجده وموجودين، وفم المرشدين الاجتماعيين اللي يقيسوا اهلهم وبالتواصل مع اهلهم ويعرفوا اليوم منين موجود ذاك الخريج اللي خارج من المركز ومنين موجود ومنين موجود حالا وفي ارض هو فيها. وبعضهم اللي قلت لك فات الحق مرحله بلا قاع اللي يجي المركز مازالوا سنتين عنده 15 سنه ولا 16 لين يلحق 18 سنه المركز ما تلم مسؤول عنه، يقير انطلاقا انه شاف وضعيه جيده وحسنه يتم المركز متابعه حزم يعود ان ريسيديف حزم يعود تراجع اليوم على مستوى سواء على مستوى انه موجود هذا. والوضعيه اللي تخول لنا ايضا اللي انا دائما نتابع بها هذوك الخريجين الناس اللي مشات على المركز هو عودان عنهم خرصوا كان هم مجد في جناح السجن المدني اللي موجودين فيه قصه والله في سجن دار النعيم. هنا تعود الحصيله اللي دائما عندنا واللي متابعين المرشدين الاجتماعيين طالت سنه سنتين ما عاد في حد فارق الاجنحه على اثنين لا على مستوى السجن المدني ولا على مستوى سجن دار النعيم، يعتبر عن النزيل اللي خام من عند المركز واللي مشى واللي تمت متابعته بالسلم على الارشادات الاجتماعيه انه قد يعود ربما توصل
للنتيجة اللي كانت اللي متوقعة، وأنه استمراريته خارج المركز أنها تعتبر مزايا إيجابية وسليمة ما دام ما فات اقترف أي جريمة أخرى تقدر ترجعه لأحد. لو في حالتكم اكتشفتوا عنه رجع بنفس الطريقة اللي كان يعدل خارجين وحدين يمشوا عنا ويرجعونا يرجعونا اللي عادوا فاتوا بالقومات لو لعاد فات حد بلق مات لي قديش. نحن مركز إعادة دمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون وقصة يقير الوضعية أنه يختلف تماما أنه ما هو سجن. والمنظمات الدولية والهيئات الدولية تحرم استخدام مصطلح سجن، هو الهرم منه شيء عادي والخير منه شيء عادي، به اللي ما فهم حراسة لا من حرس ولا من حد، فهم الحراسة اللي فيه حراسة مجموعة ينقالوا مراقبين مدة تراقبهم على أساس تناقش معاهم وتأساس، ما هي حراسة كحراسة بمفهوم الحراسة اللي تعد في السجن. طيب بوصفكم متابعين الساحة إن البيانات الأخيرة اللي صدرت بيان الهبوة اللي دعت فيه إلى عن الصحافة احترام شرف الرئيس، هل ترون أن الصحافة يعني نالت من شرف الرئيس؟ أنا اللي نختار نقول في هذا الموضوع هو أن يلا تنعود واقعيين وعن الحرية تتوقف إلى أن تعود له تنال من شرف الناس لها. وأن رئيس الجمهورية رئيس تم انتخابه من أقلبية من الشعب الموريتاني وأعطاه ثقتهم، واللي اليوم يا تعود حريص أن يدافع عن رئيس الجمهورية هي الأقلبية اللي انتخبته به اللي هي اللي زكاته وهي اللي تعرف عنه صالح لهذا البلد وهي اللي أعطاته ثقتها، والناس الأخرى اللي ترشحت معه واللي هي اللي واحدة في ذي الحملة المدسوسة للنيل من شرف رئيس الجمهورية والنيل من حد قريب منه اللي جات اليوم يصدى له واللي جات يعود كاشح عن وجهه عن الدفاع عن رئيس الجمهورية هي الأقلبية اللي زكاته واللي أعطاته ثقتها واللي انتخبته في انتخابات ذيك نزيهة وواضحة وصريحة. والهابا اليوم للدور اللي لعبه كانت يالت تلعبه والحمد لله اللي تنبهت له به اللي هذا هو اللي دورها وهذا هو اللي دورها عم بدي من انتاج الصحافة تتخطى حدودها اللي نحترمه. أنا نحترم الصحافة ونحترم الحرية اللي خول لها القانون وماشي في تعزيز ذيك الحرية ومطالب عن تعزيز حرية الصحافة أنها تبقى مبدأ ما يجد ينالوا شيء بهذه السلطة رابعة وهي اللي تعزز دولة القانون وهي تعزز الديمقراطية وهي اللي ترفع من شأنها. وهياضة كل إنسان حريص ديمقراطي حريص أن يعود أن اللي ينقاله الإعلام والصحافة أن حريته تعود مقدسة، وأنا من الناس اللي داعم تقديس ذيك الحرية. يقضي ذيك الحرية مودي أنشئت إلى هيئة ينقال لها هبة وهي اللي ترعى تطبيق نصوصها وهي اللي ترعى تأطيرها وهي اللي ترعى صيفة والآلية اللي يالت تمشي عليها ويالتنا كاملين نتقيدوا بها. إذن طيب. لا هبا ما صرفت على أساس نصوص على أساس قوانين على أساس عنها شافت هي أن بعض الهيئات والله بعض الجهات تحدات والله تخطات الخطوط الحمراء، إذن يالتها ترجع وذا اللي كنا قايلين عنها لا أن ينعدلته أن يالت مدخرة تدعمها ويالتها تشجعها به اللي ذي الناس اللي السنتات تتنال من لهبا وتتكلم عن بيان لهبا وتاتي تأول التأويل اللي باقية تأوله يلو كانت هي من نفسها ممسوس حد منها والله ما يقول له شيء والله ما عدل له شيء لهي تقول عن لهبا ما عدل دورها ولهي تهي أول حد لي تقول عن لهبا وجودها عن وجوده ما لا بد منه ولي تقول هي اللي تنال منها وهي اللي تنقذها وهي اللي تقدم النقد لها. اذا اليوم انا ظاهر لي عن 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 عن, عن يسوى لهبا تكلمت يسوى اي حد اخر ما تكلم عن الناس وعن الأقلبية الساحقه من الشعب الموريتاني اللي اعطى ثقته لرئيس الجمهوريه انه يعود يرفع للتحدي ويدافع عنه ويكشح عن وجهه به اللي انا مسار ماشي فيه واتجاه ماشي فيه يا تنعود ماشي فيه بصورة واضحة وصريحة
ولان أدار فيه كراء هون وكراء هون، ورئيس الجمهور قد إنجازات اللي تحققت ذا البلد، وراني لك ماني خجول أني إنجال لك ليصدوا لي كاك واحدين يقول لك محمد فؤاد اليوسف كان في ذاك النظام وكان في ذاك، أنا ماني خجول منها، أنا ما ندور كيف قال قاسم البلالي اللي هون شفته مقابلة في الساحل، أنا ما ندور رئاسة الجمهورية، والمجموعة اللي منها ما ندور رئاسة الجمهورية، والمعارضة ما هي شيء بالنسبة لي، إذا النظام جاء وآدم عدت شي ذا البلد، وذا اللي شفناه على أرض الواقع بصورة واضحة داعمين ويسوى علينا ذا اللي له ينقال، والله ما أنا خجولين لأن قال عنا مصفقين له، والله ما أنا بين ذا اللي مصفقين له هو موريتاني، استقرار موريتاني، وأمن موريتاني، وعودان أن نقدر نعيش فيها في سلام، ما أعطيهن حد، نحن هم اللي جالتنا صهر عليه، ولا جالتنا نعود خجولين ولا نكسحان، نتكلم هنا بلغة بسيطة، يا كيف فهمها كل حد، ما جالتنا نعود خجولين عن مصلحة العليا ذا البلد، ووطننا، وموريتانيا أن ندافع منها، وندافع منها من خلال النظام اللي شفناه اليوم، الناس اللي ما شافت شيء، والناس اللي ما هي قابلة تشوف إنجازات على أرض الواقع، أمن ذا البلد، تذي الحملة اللي معدلة، من ناحية الأمنية. وراهم يهلمني قدوا يتكلموا عن الرسل. انت تعرف عن ذي الشائعات وذا اللي تشوفه مكتوب في ياسم المواقع واحد انقتله وواحد وعدله لا ما خالق منه شيء. انت تشوف اشاعات معظم اشاعات ما نقول لك عنه كامل ما هو خالق. يا غير خالق نوع من التبليغ فيه في قضيه انقطع راس واحد وواحد اصبح اليوم وواحد مشى يمس هذا يدلك عن فم شيء مدبر حملة مدبرة منسقة مقبولين لها آليات وأساليب ترويع بعد قاع المواطن. أنت جيت تشوف حزب محترم حملة منسقة طبعا على الأقل من منسقها منسقتها للمعارضة منسقتها للناس اللي فقدت أي أمل أنها تعود اليوم أنها تجي ليترأس البلد على أساس ديمقراطي على أساس انتخابات على أساس أصوات شعب حاولت اي فتره كل فتره لابد لها من منهجيه تمشي عليها انت لين تشوف والقريب في القضيه باش قلت لك يجي سلمنا تقدر تدافع عن الوصول لاني هم مسؤول عنها لين تشوف بيان من حزب سياسي يتكلم عن اجانب موريتاني ودول اخرى بينهم اتفاقات امنيه ومتوافقين عليها ومن متوافقين عليها السلطات المسؤوله عن القضيه ان ذو الناس إذا نعودوا تواقطهم ما هم ماشيين على الطريقة والأسس والنظام المعبون به في ذاك الدولة واللي نعطات لهم فرصة شهرة أنهم يعدلوا بطاقاتهم تعود جاهزة ولا عندهم أي مشكلة إنين ما تعود ذاك خالق يسوى الصار مواطنين موريتانيين في بلد آخر ويسوى مواطنين أجانب أخرين في موريتاني يوخر لك بيان إياك يسمم الأجواء بين دولة شقيقة مع دولة موريتانية على أساس رواية متوافقين عليها السلطات الأمنية متوافقين عليها السلطات الإدارية متوافقين عن ذو المواطنين ذا البلد اللي له وهو مؤمنين به والدولة الأخرى مؤمنة بها عن ذو الناس إنهم ما يعودوا تواقطهم ماشيين على الطريقة الأساسية على الطريقة ذاكية النظامية المعبول بها أمنية ذا البلد عنكم يرضتكم تقبلوهم وترجعوهم البلد تعدل لك عليها ضجة في الوقت اللي مواطنين موريتانيين في أنغولا وفي سانترافري وفي بلادات أخرى يخلق لهم كل شيء ويعدل لهم كل شيء وينكل بهم وينسجنوا ما أنك له تشوف مظاهرات ولا أنك له تشوف شيء مقول عنه ولا أنك له تشوف بيان إيه البيان بدل من أين يعود بالنسبة لهذه الأحزاب السياسية اللي قايلة عنها أحزاب سياسية وقايلة عنها أحزاب بطنية وقايلة عنها أحزاب ديمقراطية ذويك البلدان اللي قد تشوش على العلاقات معها مع موريتاني ياكو وهو اللي ينتهزوا الفرصة ويعدل البيانات وتعدل منها تضليل وتعدل منها قضية هذا يضلتنا على الأقل خاطي السياسة وخاطي المآرب ذيك الضيقة نعود على الأقل وطنيين نعود نؤمن بطننا نؤمن مقدسات البلد به اللي ما عندنا وهو احنا ما عندنا موريتانيا ولا عندنا بلاد أخرى أيوة طيب قول لي إذا الهابوا قالت عن من بعض الصحافة عن منال ومشرف الرئيس شرف الرئيس رموز البلد يلا ما يلا يعودوا داخلين في الحماة كيف هم واحدين يطالبوا بتغيير النشيد هم واحدين يطالبوا بإعادة تأسيس قاعد ياسر من المنظومات شوف لا هبا أخبر هي ولا هبا إلين 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 قاعدت
وعدلت هي بيان عدلت عن دراسة، وأنا هون ما أنا ماني داخل في لاهابا ولاني من لاهابا، يقين متأكد عن لاهابا يلو كانت له توخر بيان مناقض وضع تعدل الأمور سابقة لأوانيات قد عدلت، يقين لاهابا ما صرفت وهي هي اللي متابعة الصحافة وهي هي اللي متابعة سير وسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة أو إلكترونية، وهي هي اللي تعرف بحسب النظام اللي يسيرها وحسب النصوص اللي تسير للصحافة الموريتانية الحد اللي تخطاه فيه ذاك الموقع والله ذيك القناة والله ذيك الإذاعة الخطوط الحمراء بالنسبة لها. إذا أخبر هي يقول أي حد أي مواطن موريتاني اليوم يشوف ذا اللي ما يجري على الواقع يالتو يعود حريص أن صون شرف الأشخاص، ما هو قاعد رئيس الجمهورية وحده، رئيس الجمهورية يالتو قاعد يعود مقدس به لرئيس الجمهورية انتخب الشعب الموريتاني أعطاه مأمورية ذكية واضحة بآلية ديمقراطية شاهد عليها القاسي والداني وشاهدين عليها المنظمات الدولية، هذا خيار للشعب الموريتاني. ولا يجد باش قلت لك في البداية الناس اللي انتخبته واللي أقلبية جاتها تكشح عن وجودها وتدافع عنه، تدافع عنه بالحجة، تدافع عنه بالإنجازات الملموسة اللي حققها على أرض الواقع لهذا الشعب واللي هو المكسب واللي هو اللي كاملين يالله نعوده نفتخر بالإنجازات اللي تحققت في المأمورية الأولى واللي اليوم متواصلة في المأمورية الثانية. والناس واليوم مدعية للحوار ومطالبة للحوار، يعني هون نتكلم باسمي محمد فادي اليوسف، ماني متكلم باسم ليبار اللي نفتخر به ولاني متكلم باسم اي حزب من الاغلبيه، نتكلم وش كامل قلته يعني يعني اذا ماني ناطق رسمي باسم اي حزب في هذا المساء يعود واضح. طيب. معنى عن قضيه تغيير الدستور، ما هو فيه بعض الاشخاص بعض الاحزاب ولا بعض السياسيين طالبوا بتغيير الدستور، انتم شنو وجهه نظركم في هذا؟ شوف تغيير عندهم الحق قد يطالبوا به، عندهم الحق يطالبوا به اللي قال بعد اليوم اللي بعد الاحزاب السياسيه والاقليميه اللي انا منها ما شفتها وضعت آلية ولا مطالبة بتغيير الدستور. الناس اللي هم خجلت تغيير الدستور واللي شفناها تكلمت عنه واللي شفنا واحدين هنا واحدة منهم خرجوا لبعض رؤسائهم وطالبوهم الاستقالة وشفناهم ليتهم هون يتكلموا معاكم ويتكلموا على رئيس الجمهورية واللي نالوا من تكلموا عن رؤسائهم ونالوا منهم وتكلموا عنهم على مدة عنهم يالتهم عدلوا بيان على أساس عنهم قومهم طالبوا بتغيير الدستور. هذه بعد الإشكالية والوضعية نحن ما مطروحه عندنا، الدستور مقدس، وين يعود الشعب الموريتاني والله حد اخر والله اقلبيه والله ما دخله طالب بتغيير، عنده اليه وعنده طريقه وعنده فم مجال للحوار وفم مجال للنقاش وفم مجال دمه يقال بعد اليوم ما هو مطروح تغيير الدستور، نحن ما قد نطالب به ولا اليوم ولا يامس، واللي طالب به ومخيلته المطالبه به واللي داير كوجهه نظر على اساس انه تنزاد له سنين الترشح ويترشح ذاك شو يعني؟ نحن بعد ما فتنا طالب نبي وذي الاقلبيه اللي منها ما سمعناها مطالبه به بتغيير الدستور. المنتدى رد على بيان الهابا، وفي خلال البيان اعتبر عن بيان هي اللي صدرت عنه تكميم الافواه واعتداء على حرية الصحافه. اللي 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 في عهده تم افساء الحريات وقعدت الصحافه تتكلم وقعد كلها يقول اللي باقي يقول والتنفيذ سن القوانين اللي تخول للصحافي انه مات لي ينسجن يقعد يقول اللي باقي يقول، واللي الحريه اليوم اللي نقدر نقول الناس تجني 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 خطورتها واللي خلاها ماشيه على مصراعيها هو نظام محمد عبد العزيز. معنى ان الناس عدلوا فيها ياتي شفاف وواضح، اعطينا الحريه للصحافه وانشانا للهيئات اللي تقدر تصون هذيك الحريه، هو ذا النظام اللي هو نظام محمد عبد العزيز. اذا اليوم اللي مطلوب منه واللي قالتهم يعودوا يعملوا من اجله هو تعزيز ذي الحريات، تعزيز دوله القانون، المشاركه السياسيه الفعليه الواضحه والصريحه في الحياه السياسيه، يقين
دون الطرق الملتوية، ذي الطرق الملتوية خادينهم بعض الأحزاب ولهم كاملين. يا لو كانوا جبروا نفس المنهج ونفس الطريقة اللي كانوا ماشيين فيها في العهود الماضية مع ذيك الأنظمة الماضية، يدوروا يعودوا اليوم هما أول حد ماشي في ذا اللي موحول فيه وماشي. يا قاري اللي همهم واللي كانوا يدوروا يتموا ماشيين في قضاياهم الليلية وفي النهار معارضين، وذاك هو اللي ما بي عنده اليوم. اليوم النظام نفسه دعايم اللي انقادوا دولة القانون والديمقراطية اللي باقي شارك فيها بصورة ذيك هي واضحة وصريحة يشارك فيها. يقول ذيك الطرق الملتوية وذيك الأمور اللي كانت تعدل ما كانت خارجة ولا كانت موجودة، وهذا هو الإشكالية اللي جعلهم اليوم إلين وخرت لها بار هذا البيان واللي طالبت فيه الاحترام شرف الأشخاص واحترام عدم النيل من شرف رئيس الجمهورية. تاوي ندوها وتاوي يقولوا عنها عاد أن يستلمها للنظام وعنها عادت كذا وكذا وكذا. وهما في الوقت قول لي اللي كان حد اليوم منهم هما هو الدي من يقول من شرف، هو اللي ما يقول له شيء ما يعرف ينقال، هو اللي ما يقول له شيء يقد ما يمس من كرامته. إيش ليه يعدل وإيش ليه يقول ولا ما تكلمت لها هبا متكلمة بصورة عامة، يقدم حد قضية بها اللي الناس ما فهمت فيها مبدأ الحرية ولا ما فهمت فيها بل منين تتوقف تتوقف. كل حد من هب ودب يقول اللي باقي يقول ويكتب اللي باقي يقول، وهذا ما يجبر ما في عدن. كل واحد ما فهم حد بعد مسجون ولا فهم بعد حد متابع اليوم على ملة رأيه ولا فهم حد اليوم ما يقوله شيء على ملة اللي يقوله ويكتب يوميا. هذا دليل علاج دليل عن النظام اللي صاين للحرية واللي مدافع عنها واللي معزز بها دولة القانون واللي جاعلها حقيقة على أرض الواقع واللي جاعل من الصحافة اللي نحترمه واللي نقدر اليوم سلطة رابعة هو نظام محمد عبد العزيز موحد داخل. طيب نزلنا في بيان الهابا الأخير اللي ردت به على المنتدى، قالت عنها جوه تهاني من بعض الأحزاب السياسية معارضة وأغلبية، مازالت بعض غير هون بعض أقطاب المعارضة